تحت عنوان سوريا النصر، أقام فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة عرضا فنيا في أحد التشكيلات العسكرية في المحافظة بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري. بالبداية نقول كل عام وجيشنا بألف ألف خير. كان مشاركة الاتحاد شبيبة الثورة في كافة فروع الشبيبة على مستوى المنظمة بأنه تقيم عدد من الأنشطة بهذا اليوم العظيم. ففي أنشطة مختلفة ومتنوعة، منها التبرع بالدم، ومنها زيارة حواجز الجيش، ومنها زيارة مؤسساتنا العسكرية، وبالتالي اللقاء مع أخوتهم وهذا الجيش اللي نعتز ونفتخر فيه، اللي روى أرض سوريا الطاهرة، واللي لولا صمود هذا الجيش العربي السوري ما اليوم كنا موجودين مع بعضنا بهذه الاحتفالية وبهذه المناسبة. تمر اليوم الذكرى 72 لتأسيس جيشنا العربي، جيشنا البطل، جيش البطولة والفداء، جيش العز والكرامة. بفضل جيشنا العظيم تتحقق الانتصارات المتتالية بقيادة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد. سيبقى جيشنا البطل جيش الشعب، وكل عام وأنتم بخير. تضمن العرض فقرات متنوعة، من ضمنها عرض عسكري من تشكيلة الجيش العربي السوري، وفقرة موسيقية للفرقة النحاسية من كشافة اللاذقية، وفقرة فنون شعبية من عدة أنماط تراثية سورية لفرقة فرع شبيبة اللاذقية، وفرقة قتال قريب لسرية من قوى حفظ الأمن والنظام بالشرطة، وعرض عسكري وتشكيلات فنية للفرقة العسكرية لفرع شبيبة اللاذقية. هذا العمل هو خليط ما بين الشبيبة وعناصر حفظ النظام وعناصر كتيبة 157. هذا العمل كان فكرته أنه يقام بكتيبة عسكرية، ما بدنا نعمل أي شيء عادي، كان فكرتنا أنه نعمل شيء مميز، وهو شيء مميز طلع، هو الخليط ما بين الشباب والخبرة. فطلع هذا العمل عبارة عن مدته شي ساعة تقريبا. هذا العمل إهداء للقائد العام سيادة الدكتور بشار حافظ الأسد ولعناصر الجيش العربي السوري طبعا، والإهداء الأكبر هو لشهداء الجيش العربي السوري. قد عربون محبي لعيد الجيش العربي السوري، طبعا ذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري. هذا الاحتفال لنا تقريبا الشهر نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، لأنه هذه مناسبة وطنية مقدسة، طبعا بمشاركة حفظ النظام والكتيبة 157، المنطقة الساحلية، فرع الشبيبة، كوادر المنظمة، فرقة فنون الشعبية بإخراج عقبة وكيل، طبعا وتحت رعاية الدكتور عمار سعاتي. هذا العمل كله كان في دعم من الجميع، والحمد لله رب العالمين. احتفالي بعنوان سوريا النصر. العرض في الختام ركز على الجانب الإنساني لرجال الجيش العربي السوري الأبطال، فكان لقاء جندي سوري لأمه بعد فترة غياب طويلة كان خلالها يلبي نداء الوطن. تختصر حكاية سوريا أم الأوطان.